علم النفس زي ما قلت الفيديو اللي راح، علم النفس بيقول لك اعمل استرخاء لمدة دقائق أو ربع ساعة، اعمل استرخاء لنفسك، اقفل عينك وخذ نفس عميق، خذ نفس عميق وطلعه من الأنف. الاسترخاء بيعمل ايه؟ بيحسن من الحالة النفسية بتاعتك، وفي نفس الوقت لو أعصابك بايظة من خلال الاسترخاء هتستفاد من الاسترخاء. مهم جدا للناس اللي نفسيتهم تعبانة وعصبيتهم بايظة، مهم جدا انت تعمل عملية استرخاء. ويا سلام بقى، مش استرخاء وبس، قدام بحر اسكندرية كمان. يعني علم النفس بيقول لك حسن من الحالة النفسية بتاعتك، تنسى الهموم والأحزان. وكمان للناس اللي قدر الله، الناس اللي هم المطلقين نفسيتهم تعبانة، برضو البحر برضو يحسن من الحالة النفسية بتاعتك. فعنوان الفيديو لازم تعمل عملية استرخاء، يعني تعملها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. اشتركوا في القناة، ولما أقول لحد اشترك في القناة يبقى اشترك، ولما أقول لحد يتفاعل يبقى يتفاعل. يا جماعة أنا ما بحبش الهزار، القناة بتاعتي لازم تكبر. شكرا.